بسم الله ربنا اجعلنا دعاة سلام ومحبة ووئام يا حنان يا منان. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي القرين ذايا من الشياطين أي من أسباب الفساد، ولهذا فسدوا كل ما بقي من فترة. وإنهم ليصدون عن سبيل بعدهم على طريق اليوهي ربي، طريق الهدى، طريق النجاة، طريق الخيرات من إيمان ومحبة ويقين وعمل في سبيل الله لوجه الله تعالى. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أو من زيد يقول لك أنت محسن وظن واحد كيفي أنا، أنا نسلم من طراز كما تقول واحد واحد لا مثل لي، كما الكلاب اللي يحكون في أرض الإسلام، هذا موفق، هذا كذا، هذا الأمين، يعني ولا ريحة ما تحيي هذه الأسماء. بل هو من كانوا من يضرب المثل الأعلى في التزوير بالتضليل، تضليل الناس المغفلين بأسماء يختارها أهلهم حتى تستمر يستمر سحر بني أمية على من يعبد المال. وكان لأن بني أمية خدموا بالمال من يعبدون المال، فتورط أغلب من يدعون الإسلام في القضاء أو في السعي للقضاء على من تبقى من أهل الإسلام والمقدمتهم أهل البيت عليهم الرحمة.